الدولة من ناحيتها هنا بقى جمهورية مصر العربية، هذه الدولة مؤسساتها بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ايضا على تحصين الدولة. جزء من تحصين الدولة وهو شديد الأهمية انك انت بقى مش بتحصن الاقتصاد، انك انت تقوي الاقتصاد الى اكبر قدرة ممكنة في ظل المعطيات الحالية. فتبدأ تشتغل على شراكات واستثمارات وما إلى ذلك. فتلاقي زي على سبيل المثال اللي احنا بنتكلم عليه يمكن النهاردة الكل يتحدث عنه، الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. بين مين؟ شركاء النجاح في هذه الشراكة تحديدا مصر والإمارات والأردن. هنا خليني أسأل خبيرنا الاقتصادي البارز دكتور مصطفى بدرة. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازاي الصحه يا فندم؟ الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله يا رب دايما. دكتور مصطفى، الشراكه ما بين مصر والامارات والاردن لاجل تنميه اقتصاديه مستدامه، على راي يعني الجمله الشهيره اشرح وابن وباستفاضه دكتور بعد اذنك علشان المشاهد العادي يبقى فاهم. اولا اسمح لي بشكر حضرتك على مقدمتك الرائعه، لان تحصين الطويلة. المجتمعات من أهم الأمور اللي بتبنى بيها الدول. فاللي حضرتك بتقوله دلوقتي على الجماعات الإرهابية اللي مست الوطن وللأسف أسقطته اقتصاديا وسياسيا، للأسف كان إصلاحه بصعوبة جدا. والمجتمع كان ليس المجتمع المصري بل المجتمع العربي، وللأسف المجتمع العربي النهاردة في أمس احتياج للتحصين ضد الجماعات الإرهابية وأيضا بناء اقتصاد قوي. حلو. ده اللي بيتم بتوجيهات السيد الرئيس ودايما للأجهزة التنفيذية، الشراكة، الاستثمار، التوسع للانفتاح على الأسواق العربية أو الأفريقية أو حتى الأوروبية من أولويات الدولة. حلو. فلما تشوف توجيهات السيد الرئيس النهاردة بناء على العلاقات الطيبة مع إخواتنا، مش أشقائنا وفقط وبس، لا دول إخواتنا في دولة الإمارات طبعاً. بناء على برضو تعليمات الشيخ محمد بن زايد والعائلة الكريمة كلها في الإمارات، والملك عبد الله حفظه الله ملك الأردن الشقيق المحترم، النهاردة بتترجم هذه النتيجة فندم للاستثمار. حلو. بيبني عليها الدولة فندم الظروف الاقتصادية اللي بتقاس في العالم النهاردة في أمس احتياج لوجود تكتلات عربية. يعني عشمان من حضرتك كده كل يوم وانت بتطلع ننده للوطن العربي نداء الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية. تكتل صح. عربي أهم من الصراع العربي. ليه يا فندم؟ النهاردة الاقتصاد العالمي انكشف. بنشوف الدول في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان يا فندم النهاردة بالأسف بيغلق على نفسه، لأن هو النهاردة عنده انتقاص في حجم الاستثمار وعنده انتقاص في كمان الموارد الخاصة به. اللي احنا بقى بنقوم بيه النهاردة فندم بنحاول نحصن المجتمعات العربية بعضها البعض. خلينا في الثلاث دول النهاردة، الإمارات ومصر والأردن، ما بيسمى بالاكتفاء الذاتي للتصنيع. يعني ايه؟ يعني كل ما هنصنع ونعتمد على نفسنا هنكون قدرتنا أفضل في مواجهة التحديات العالمية. حلو. اجتزنا أول تحدي يا فندم وربنا كرمنا فيه، التحدي بتاع جائحة كورونا. الحمد لله. ابتدينا يكون في اكتفاء من الكمامات، الفاكسين، مش عارف إيه. صحيح. ولكن النهاردة بنواجه خطر أكتر كمان، التضخم وارتفاع الأسعار، واللي حضرتك بتشوفه ده احنا بنتكلم في بداية المرحلة، يعني بعد تقريبا مرور 4 شهور من الوضع الحرب الأوكرانية الروسية، النهاردة بتزيد التعميق للوضع الاقتصادي العالمي للتضخم، وللأسف كمان ان احتمالات الركود بقت واضحة امام الاقتصاديين في العالم. فمصر بتعمل خطوات استباقية مع اشقائنا ان احنا النهاردة يكون عندنا اكتفاء ذاتي استثماري في قطاعات عدة. اولا قطاع الغذاء، المواد الغذائية. مصر الحمد لله النهاردة عملت العديد من الاكتفاءات الذاتية أو ما بيسمى بالنسب العالية في الاكتفاء الذاتي، ولكن بنحتاج المزيد. ممكن يكون في تمويل من الإمارات مع شراكة تصنيعية من الأردن
يتم التبادل في الأسواق دي النهاردة، فتزيد حركة التوسع في الأسواق والزيادة الإنتاجية. كويس. الزراعة كمان لنا احتياج فيها، وعندنا الصناعات المعدنية والغاز والغزل والنسيج. هذه الرؤية تفضل بيه الشيخ محمد بن زايد النهاردة بوضع صندوق بعشرة مليار دولار يكون هو اللبنة الأولى في تعميق للصناعة وللتوسع والتبادل التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية. حلو. هذا النجاح يا فندم هو النجاح اللي بيعمق ربط الشعوب بعضها البعض. صحيح هي مصالح استراتيجية، ولكن هي دي اللي بتخلق يا فندم حاجة اسمها التنمية المستدامة. افضل نمي في الدول علشان الشعوب يكون عندها رخاء. تأخرنا صحيح، ولكن بنناشد دايما ان ياريت من ثلاث دول نوصل لكل الوطن العربي علشان نعرف نرفع من كفاءتنا السياسية اللي بتبنى على القدرة الاقتصادية. عظيم جدا. طب دكتور مصطفى، هل يعني من ضمن هذا التعاون هو تعاون في الانتاج الزراعي؟ يعني هنشتغل مع بعض مثلا على زيادة انتاجية القمح، وبالتالي نقدر نوصل لمستهدفات تفيد الدول التلاتة وتساعد بقية المنطقة العربية في شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي أو حتى الاعتمادية على هذه المزارع اللي تنتج من خلال هذه الشراكات؟ طبعا يا فندم، واسمح لي، الزراعة تغيرت. الزراعة بقى دلوقتي يا فندم صناعة. أيوة. بتحتاج تكنولوجيا عالية، بتحتاج خامات جديدة زي الصوب والتنقيط، الري بالتنقيط دي طبعا بتحتاج أموال، بتحتاج تطور كبير طبعا، بتحتاج ان يكون عندنا قدرات في المساحة الزراعية دون ان انت كمان ما تستنفسي الموارد المائية. صح. فالتطور الكبير اللي بيسعى ليه الرئيس السيسي النهاردة ازاي يحافظ على خزنة المال. المية دي يا فندم محطوطة في خزنة، نصرف منها بعناية، بترشيد صحيح ولكن برشد كمان، وده هيفيد الدول العربية. طبعا أشقائنا في الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي أو كل الدول العربية، ممكن يكون عنده قدرة مالية صحيح، ولكن ما عندوش قدرة حركة المواد الغذائية. احنا لما يتوسع عندنا في الزراعة او يتوسع معانا في حركة التمويل او يتوسع معانا بالخبرات التكنولوجية، ده هيعود عليه بمردود ان هو يحصل على المحاصيل الزراعية فيؤمن الشعب العربي من داخله. صح. وده بتمنى ان اشقائنا في السودان يلحقوا بينا، اشقائنا في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في ليبيا، لو لحقنا فندم نعرف نزود التعاون والشراكة دي، اعتقد دي كانت مناشدة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من دولة الامارات للتوسع في هذا الامر والالحاق بينا علشان نلحق نواجه للاسف التداعيات الاقتصادية العالمية اللي احنا مش عارفين هتوصل بينا فين في الوطن العربي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 دكتور مصطفى، كل الشكر لدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي المعروف.